شرف. طيب ليش عم تسألي عن هاي الأرض وتتأكدي كثير؟ بتعمل مثل ما عم أقول لك بالحرف، بتنزل بتلملي كل المعلومات اللي بتخص هاي الأرض، عليها مشاكل بالمحافظة، داخلة بالتنظيم ولا لا، بالمختصر المفيد كل شيء بخص هاي الأرض بيهمني جدا. ولا تخاف، بتعرفني كل شيء عندي بتمنه، حتى السؤال بحقه. أنا مو قصدي، بعرفك ما بتقصري بنوب، بشوف لك وبكره برد لي خبر. بكره مو بعد بكره؟ بإذن الله بكره. ماشي. بدك شيء غيره؟ سلامة قلبي. يلا خاطرك أستاذي. مع السلامة. أهلين سيد سمعان. شرفت. نشوفك بخير. الله معك سيد راسي، الله معك، مع السلامة. شو كان بده يقطع عمره شو بغل؟ سمع بقصة الصفقة جاي الحصة سمعته. ومن أين سمع؟ لك نحن هسا ما فتحنا تمنا لحدا. ولك هذا سؤال بينسأل لك وائل. قولتك وشو حلتها هلا؟ هذا كلمته ما بصير كلمتين عند ابو اياد، يوقف لنا البضاعة بالجمارك، يعني بيحطونا ببالهم. خلص ميات ونشفت مشي حاله. ما بنقدر لك حاتم، ما بنقدر. طالما ابو اياد حاطه تحت جناحه ما بنقدر. الا اذا سمعان سود له وشه لابو مؤيد، ساعتها بيكبه بزباله. بصير صحيح سمعان ابن عمه لابو مؤيد، بس وقت الطرني ابو مؤيد بينسى سمعان وابو سمعان. شو بتقترح؟ في شيء ببالي. مالك علاقة بحكي بدي اياه انا. بلا لازم ما تشغلك براسي. بلا عن جد حلي عنا يا كيم ايدك يا شو قاعد هون؟ كسر لك ايديك يا انا هون. ما عندي عد. كفي عد. بدري أكتر وحدة بدها تعب وتعليم، بس حسيتها إنه أكتر وحدة ممكن ينشغل عليها، يعني إذا تعبنا عليها شوي بيطلع معها. وشو رأيك بباقي البنات؟ بنتين الجداد ماشي حالهم مناح؟ ما بتصور، بعدين كتير بكي لينشغل عليهم، بدهم تعب وتعليم. فاطمة عكسهم تماماً، يعني صح إمكانياتها ممكن تكون صفر، بس عندها مخ ممكن توصل للي بدها إياه. اوكي كثير منيح، معناتها خلينا نبدا بفاطمه. انا ما كثير بفضل انه تحتك ببقيه رفقاتها، خايفه ياثروا عليها لانها هي اذكى منهم بكثير. بتعرفي شو؟ عم يخطر لي ليش ما بتاخذيها لعندك على العياده؟ بتقعدي بتحكي معها، بتشوفي شو تركيبتها، من شو بتخاف، شو بتحب. برايي خلي جلساتي معها بشكل عفوي، مشان ما تحس حالها مقيده، يعني تكون على راحتها. كمان بيصير. بعتيلي البنتين هدول فيفي وسليمه. يلا.